بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الرفيق. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. إن إبراهيم، الله يتكلم مزيد، أحنا نقول فقط إن إبراهيم كان أمة. وين الأمة الإسلامية اليوم؟ إبراهيم كان، وشهد الله له بهذه الشهادة. أين الأمة الآن؟ ليست موجودة. لذلك رتع المفسدون في الأرض باسم الإسلام وباسم الإنسانية وباسم العدالة وباسم السياسة الناجحة والمجر، يعني قلوب العامية غيبة قط يحضر يفر. أحنا لسنا بالقطط، لكن أحنا رافعين راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي شتانا بين الثرى والثريا. ولا فائدة في تطويل الكلام. إن عود الجزء هذا من الآية الكريمة، إن إبراهيم كان أمة. بعد علاش أمة؟ مش أمة فارغة أو غايبة أو مش يجي، يعني إن شاء الله تعالى.